السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا أحلى وأغلى متابعين في الدنيا، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة طبعا يوم من الأيام المفترضة جدا، وإن شاء الله إن شاء الله الدعاء فيه مقبول. النهاردة يوم وقفة عرفة، فطبعا إن شاء الله إحنا بنعمل دلوقتي الفطار بتاع وقفة عرفة. معايا هنا فرختين، ومعايا حوالي كيلو الا ربع لحمه، ومعايا 3 اكياس مكرونه، ومعايا 2 كيلو لبن، ومعايا شطه حمراء وشطه خضراء، ومعايا مرقه دجاج. ويا ترى هنعمل ايه النهارده؟ خليكم معانا. اول حاجه يا حبايبي، طبعا انا جبت هنا حله على النار فيها ميه بتغلي المكرونه، وحله تانيه هنحط فيها البصل. بسم الله، انا كده قطعت بصل ما قطعتوش ناعم قوي. طبعا شويه زيت وشويه ملح، بصك معايا اهي. بعد كده بقى نحط لها ثوم. بعد كده يا حبايبي قلنا هنحط بقى فصين ثوم كده، وهذا الثوم بقى عندي الفلفل الأخضر، الفلفل الأحمر، نقلبه كويس كده. طبعا أنا عملت معاكم التعصيدة دي كتيرة، بس أنا إيه عشان صايمة دلوقتي احتار يعني، وانا مهنجه قوي يعني، كنت من عمل بصله دي قبل كده، انا عملتها معاكم يعني كم مره قبل كده. بعد كده بقى نحط يا حبايبي التوابل بتاعتنا. بسم الله، هنا بقى شويه شطه محترمين كده، لازم حبيب قلبي الشطه دي، يمكن عبد الرحمن بيشتكي منها لكن لازم اعملها برضه، انا مش متخيله الاكل من غيرها بصراحه. وطبعا فلفل اسود، لحمه او فراخ لازم فلفل اسود برضو، اهم حاجه عندي الفلفل الاسود. ممكن بقى نحط ايه شويه بابريكا كده، تديلها لون جميل، شويه بابريكا كده بس، مش هنحط اكتر من كده. ونحط بقى ايه الملح، طبعا الملح ده ايه حسب ما انت عايزه. هنقلبها بعد كده، وكده خلاص عملنا التعصيدة بتاع الايه بتاع، عملنا اللحمة يعني. نشوف بقى نعمل بقى ايه التعصيدة دي. ده بقى عملت كده، هنقطع عليها شوية بس. طبعا انا بحب الفلفل بتاعها يبقى باين كده، الفلفل الاحمر والاخضر يبقى باين كده، بديها ايه شكل جميل وطعم حلو. عندي بقى العين التانية هنا، المية غلية زي ما انتوا شايفين. هنحط بقى المكرونة، هنقلبها بقى مع بعض ايه كده ونسيبها. طبعا اللحمة معايا اهي زي ما انتوا شايفين ان شاء الله، احنا هنسيبها ايه تستوي مع نفسها شوية كده كمان، ما شاء الله التوابل مخلية ريحتها جميلة. وكفاية برضو اللي انت عارفة نوع اللحمة ايه وضمناها يعني. بالنسبة بقى يا حبايب قلبي الفراخ، طبعا انا جبت الفرختين قطعتهم، انا بحب الطريقة دي جدا على فكرة، بتستوي معايا بسرعة وبتبقى طعمها خطير. تمام، حطينا عليهم فلفلايه وطماطمايه وقرن فلفل حامي وقرن فلفل احمر، وحطيت دلوقتي شويه شطه وشويه فلفل اسود. زي ما قلنا الفلفل الاسود ده روح اللحمه والفراخ. نحط هنا بقى شويه ورق لورو على فكره، الطريقه دي في الفراخ بتبقى جميله جدا وما بتاخدش وقت في استوى، وانا عملتها معاكم مره واثنين وثلاثه
بس انا برتاح لها جدا، بدل ما تحطيها وتقعد ساعتين اتنين تلاتة في الفرن، لا بتستوي على طول على البوتاجاز، وبعد كده برضو بتحمريها وبتطلع شكلها تحفة وبتطلع مستوية جدا. ده ورق لور طبعا. هنقلب بقى ده كله في بعضه كده، حاجة سهلة جدا 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 وما بتاخدش وقت منك. اهي يا حبيب قلبي هنقلبها بقى كده. عايزه افكركم كمان يا حبايبي اللي انا حطيت لها ثوم، لازم الثوم بيديها طعم جميل جدا. انا بقى اسيبها كده في الثلاجه نص ساعه او ساعه لما اخلص، وبعدين احطها على النار. وكده حبايبي المكرونه سلقت معانا، وعملت البشاميل، وطبعا انا عملته معاكم كتير جدا قبل كده، مش عايزه اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. جبنا كيلو لبن عليه معلقتين دقيق، لو هتجيب 2 كيلو هيبقى 4. هتحطي بعد كده، حطينا الاول بشاميل وبعد كده نحط المكرونه. طبعا المكرونه سخنه، طبعا انا عملتها معاكم كتير جدا قبل كده. انا بحب املاه بالصوص البشاميل كده. يا جماعه المكرونه دي ما بتبقى متغرقه بالصوص كده البشاميل، بتبقى فظيعه. طبعا انا مش هملى الصينيه قوي يعني عشان تبقى حلوه، عشان تبقى خفيفه كمان. ربع لحمة، حاول اعمل كمان صينية رقاق عشان عبد الرحمن طلبها مني. وانت بتحطي اللحمة قد البصل. بعد كده بقى انا هحط المكرونة تاني. بسم الله. طبعا المكرونة لسه سخنة عشان كده ما اتجمدتش كفاية كده قوي. انا مش عايزة اتقل الصينيه عشان تبقى خفيفه وحلوه. اي حاجات قلبي على فكره الفراخ انا حطيتها بقى دلوقتي على النار، حطيتها على البوتاجاز من فوق. اظن انا عملتها معاكم كتير قبل كده، يعني دي طريقه الفراخ المشويه على البوتاجاز. طريقتها سهله جدا جدا جدا، وبتخلي مش عايزه اقول لكم يعني الفراخ حلوه قوي. كده حلوة قوي بقى، نزود عليها البشاميل. بسم الله. انا بقول لكم انا بحب الحاجة متغرقة بصوص البشاميل، بيديها طعم حلو قوي. على فكرة بتفضل كمان مكرونة، بس مش مشكلة، اهم حاجة الصينية تبقى خفيفة متبقاش تقيلة. وده الفراخ يا حبايبي انا حطيتها كده على النار على البوتاجاز من فوق، احط لها بس نص كوبايه ميه واسيبها واغطيها واسيبها. وده شكل المكرونه بعد ما طلعت. طبعا نسيت اقول لكم ان انا حطيت عليها بيضايه، بيضايه واحده بس، مش عايزه اقول لكم ان هي تحفه 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 خطيره. طبعا انا متقله لها البشاميل ومخففه المكرونه، يعني يا دوبك على قد فطرنا كده. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ طبعا الفراخ استوت على البوتاجاز، وبعد كده حطيتها يا دوبك الوش بيتحمر. هنطلع بقى الفراخ معاكم بقى ونوريها لكم.
شايفين الجمال والحلاوة. هنسيبها بقى تبرد، لان هي زي ما انتم شايفين سخنة سخنة يعني. هتبرد بقى وبعدين اقطعها معاكم، وعلى الفراخ كمان تتحمر. ايه بصوا حبايبي، دلوقتي فاضل حوالي ساعة لسه على المغرب. طبعا ايه، انا مش هسيبها تنشف، انا هجيب الورق ده ونغطيها. الجيش بيقول لك اتصرف يعني، بدل ما احطها في الفرن تاني وترجع تنشف، لا هنحطها في الورق ده. شوفوا بس الاول كده، بسم الله. طبعا ده بيحافظ ايه على السخنية جدا. يعني فاضل لسه حوالي ساعة على المغرب او ساعة الا ربع على ما الفراخ تتحمر. وهنط ايه، وبعدين هوريها لكم تاني. كده بقى احنا حافظنا عليها من الصحنية، هنعينها بقى كده دلوقتي. ماشي حبيب قلبي، وهنشوف الفراخ بقى ايه على ما نحمر وشها شوية. بصوا حبايبي، كده فاضل حوالي ساعة الا ربع ايه على المغرب. الساعة دي بقى نستغفر ربنا فيها وندعي فيها، والله متقبل يا رب. مش عايزة اقول لكم بقى شكلها ولا ريحتها، خطيرة بجد، خطيرة خطيرة. اي حبيب قلبي، شايفين الفراخ تحفة تحفة والله والله والله. وانا صايمة عاملاها على البوتاجاز. كل اللي انا عملته يا دوبك في الاخر حطيت الوش بتاعها بس تحت الشواية. شايفين الجمال؟ وطبعا انا معايا هنا صينية المكرونة زي ما قلت لكم، انا مغطيها دلوقتي على المغرب بس جدا. هعرفها بقى معاكم، بس قولي يا رب المغرب جدا بقى، وبعدين اوريها لكم. وده حبايبي شكل الفراخ بعد ما عملتها، بعد ما حطيتها في الطبق. بسم الله ما شاء الله، شايفين والله معموله على فرن البوتاجاز، يا دوبك حطيتها بس شويه. وكده طبعا هنشوف بقى المكرونه اللي ما شاء الله على فكره سخنه زي ما هي، بقى حوالي ساعه الا ربع. هقطعها بقى معاكم واوريها لكم. وكده طبعا المخللات بتاعتنا تمام. وكده حبايبي بقى نقول بسم الله، هنقطع معاكم المكرونه ان شاء الله. كده حبايب قلبي شكل الفطار بتاعنا النهارده، ودي شكل المكرونه بعد ما غرفتها. مش عايزه اقول لكم ما شاء الله يعني. وكده شكل الفراخ بتاعتنا، وهنا المخلل. شوفوا المكرونه بسم الله ما شاء الله. وده كان الفطار بتاعنا النهارده، وكان الفيديو بتاعنا النهارده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه. شكرا لكم يا احلى متابعين في الدنيا.